مواقع نبوية، مواقع تاريخية بمدينة خير البرية. في هذا الموقع كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من شوال مساء الجمعة وصبيحة يوم السبت، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بحول النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة الشيخين، وهذا المسجد يعرف مسجد الدرع وكذلك البدائع والشيخين. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بالصحابة العظام رضي الله عنهم وارضاهم بالمسجد النبوي، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى أتى تقريبا في هذا الموقع وهو مسجد الدرع، وصلى عليه الصلاة والسلام عصر الجمعة والمغرب والعشاء وصباح يوم السبت. أتى إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي كان رأيهم بأن يكون القتال في غزوة أحد خارج المدينة، بينما كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القتال داخل المدينة. فأتوا إلى هذا المكان صباح يوم السبت حتى يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجوع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يخلع علامة الحرب حتى يأذن الله. فكانت هذه انطلاقته إلى غزوة أحد بعدما انطلق من المدينة عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر بتغطية أخرى عن موقع غزوة أحد، بس أحببنا أن نصور لكم هذا المسجد بعد ترميمه من هيئة تطوير المدينة مشكورة، ونتمنى كذلك بقية المساجد التاريخية والنبوية أن تحذو حذو هذا المسجد الذي يذكرنا بالتاريخ، ونأخذ العبرة والموعظة والدروس من نفس الحدث.